أيها أبطال دورة كأس الخليج، ها هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج. مشاهدينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم، وصلنا الى مسك الختام المباراه النهائيه في الملعب الوطني ما بين المنتخب العراقي الكبير والمنتخب الاماراتي الرائع جدا. العراقيين يوم وصلوا للمباراه كانوا يعني عانوا صراحه كثير من التنظيم وما الى ذلك من امور، الى ان وصلوا الى المباراه النهائيه يريدون ان يتوجون ابطالا في هذا المسك الكبير. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم فعلا مثل ما قال زميلي مشعل إلى المباراة الختامية في استاد البحرين الوطني، المنتخب الإماراتي اليوم وكل الإمارات أعداد وأفواج كبيرة زحفت من دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة إماراتها إلى مملكة البحرين للوقوف خلف المنتخب الأبيض. بطولة واحدة يملكها المنتخب الإماراتي، يتمنى أن يصل إلى البطولة رقم 2. مشعل، من يوم ما بدأت البطولة أنا كنت مع العمانيين ما فاز ولا في مباراة، لكن كنت مع المنتخب الكويتي فاز، كنت مع المنتخبات الإماراتي مرتين تفوق، أيضا كنت مع المنتخب العراقي فاز. بدورك ايش اللي حصل؟ انا جمال للامانه كل المنتخبات اللي كنت معاها بعد خسارات باستثناء طبعا المنتخب العراقي اللي وصل الى المباراه النهائيه، ومنتخب قطر فاز معك مرتين بالضبط، ولكنه ودع، لكن اتكلم اللي وصلوا يعني للمباراه النهائيه. اليوم انا مع العراق، يعني حقيقه الجمهور العراقي قليل لكن يعني متفاعل، وراح يكون له صوت عالي جدا في الملعب. انا راح اكون مع العراقيين يا جمال، وانت طبعا اكيد راح تكون مع الاماراتيين. بكل تاكيد انا راح اكون مع الاماراتيين، الاماراتيين اليوم امال كبيره مشعل، يعني شوف الزحف الكبير، والله عانيت لما دخلت هالملعب من الساعة 4 وأنا أحاول أن أدش ما قدرت إلا في الدقائق الأخيرة. الآن نتمنى نشوف بكل تأكيد مباراة كبيرة، نتمنى أن نعيش إحساس ما بيشك. اليوم حياة ما في شك جمال، هذا الكلام الحقيقي، وما نبي نطول المتابعين حقيقة. راح أكون أنا مع العراقي الكبير وجمال مع الإماراتي الصديق. يعطيك العافية، الله يعافيك، موفق إن شاء الله حبيبي. يلا منتخبنا رضا علينا يا غالي، يا بلادي والسلام وبلادي، يعني ما خسرنا في لندن وشلينا يا طول العمر وفزنا في لندن، ما بتخسرنا في المنام هني ان شاء الله، بنشل اليوم ان شاء الله. العراقيين اخواننا واحنا نقول لهم ان شاء الله الفوز امارات. مجموعة يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيكم. أموركم شلون؟ والله متحمسين ومتفائلين والله. المعنويات والله عالية. عالية جدا. وإن شاء الله ما نرجع لكاسيانا. إن شاء الله. نرجع وين؟ احنا نرجع لبلدنا شنو؟ وين؟ السعودية. إيه. طيب أنت اليوم مع العراق ولا مع الإمارات؟ العراق أكيد. إن شاء الله الفوز للعراق اليوم. أول حاجة العراق يلعب في ظروف ما هي زي ظروف دول الخليج الثانية، يعني مثل نجي للسعودية، نجي للكويت، نجي للإمارات، نجي لقطر، كلهم يلعبون، جمهورهم كله موجود متواجد عندهم، يلعبون بميزانيات ضخمة، يلعبون في جمهور عالي، يلعبون في ملاعب صنعاء. العراق لا جمهور، الجمهور الموجود فيه الخير والبركة، بس لا جمهور يقدر يجي ولا إمكانيات. وراح نقول أكلناهم هم هم، ألسناهم هم هم، إحنا لا أسسنا الملعب وإحنا نلعب، يعني الجمهور العراقي اليوم انظلم، يعني انا دا العب ويا الامارات بالبحرين ما دا العب وياهم بدبي، يعني الجمهور العراقي اليوم انظلم، يعني هذا الجمهور العراقي اليوم كل الجمهور مالي برا، يعني انا داخل معي الجمهور الاماراتي والعراقي، يعني وهذا الملعب كله مقبط امارات، يعني كيف ظلم هذا؟ الامارات اكبر جمهور صراحه على راسي، الامارات ودبي
وشيوخهم على راسي، بس هذا مو تنظيم، هذا حقي انا كجمهور. ان شاء الله العراق الفوز، ان شاء الله ان شاء الله العراق فرح العراق، ان شاء الله فايز، ان شاء الله العراق. اي الحمد لله كل شبابيه، اي كل شبابيه. اي بتشوفين المباراه اليوم؟ اي زين الحمد لله، وان شاء الله احنا نجيب 2-0. اوكي احنا الاثنين هم الصفر، بس هم اكثر منكم. لا ايوه حتى اكثر، ما عندنا سنة الله احنا. اوكي احنا اسود، العراق اسود، اكيد 2-0 نطلع ان شاء الله. احنا العراق، العراق العراق ما يقدرون، ان شاء الله بحيل الله يقدرون العراق، ما يقدرون للعراق هم والله. الفوز ان شاء الله للعراقيين، الفوز ان شاء الله للعراقيين. الكلام سهل عيني، الكلام سهل، لكن ان شاء الله نشوفه على الطبيعه، ان شاء الله نشوفه 4-0 ان شاء الله. ماخذين الكاس طبعا، احنا طبعا جايين من اجله، ما جايين على مركز ثاني. وصولهم لهذه المرحله بحد ذاته فوز، لانه ما عندهم امكانيات مثل باقي الفرق يعني. لا بعد الكاس أحلى. احلى ان شاء الله، ان شاء الله يعني هذا اللي نتمناه يعني، بس هم حقيقه يستاهلون الفوز يعني. حيوا العراقي، حيوا العراقي، حيوا العراقي، حيوا العراقي، حيوا العراقي، حيوا العراقي. الفوز الى العراق، لان العراق هو لبؤه، واللبؤه لا تلد الا اسود. مو خايفه بس اكيد يعني الامارات قويه بعد، والعراق بعد قويه، وان شاء الله خير يعني. احنا ناخذ الكاس او الامارات كنا واحد، فريقنا اقوى. احنا عندنا خبره، هم ما عندهم خبره. عندنا يونس محمود، عندنا الحارس نور صبري، وان شاء الله فايزين 2-1. احنا فخورين جدا انه وصلنا لهي المرحله، فيعني اي شيء يجيب الفريق العراقي حنكون فخورين وفرحانين به يعني. كنا نحبك يا عراق، كنا نريدك يا عراق، وكنا نحبك يا عراق. الفريقين يستحقون انه يتاهلون للنهائي، بس ان شاء الله احنا الفايزين بعون الله. بس اتمنى شغله واحده، انه التحكيم يكون نزيه، ما يصير اي تحيز. وظلي دايما فوق منصوره يا بغداد، وشوفك بعزهم منصوره يا بغداد. مستحيل عمر الدين.